ببيان أفعاله سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قال ابن كثير أي إلى يوم القيامة. ذلكم الله ربكم أي المدبر لهذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله تبارك وتعالى، الآيات دي ربنا تبارك وتعالى بيّن فيها ثلاثة أشياء ونفاها عن جميع المخلوقين. قال الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه أي من دون الله سبحانه وتعالى، الأنبياء هم دون الله، الرسل دون الله، والملائكة والأولياء والصالحين وكل الناس وكل الجن هم دون الله. ربنا قال ما يملكون من قطمير، دي أول حاجة ربنا نفاها عن جميع المخلوقين، الملك. ما يملكون، ما يملكون من قطمير، القطمير اللفافة الجوة البلحة، لما تفتح البلحة كده بيوة بتلقى فيه غطاء وغشاء رقيق، ده القطمير. الله قال لك الخلق كلهم ما في واحد بيملكه. طيب إذا كان ما بيملك هل يستحق إنه يعبد؟ هل بيستحق إنه يدعى من دون الله تبارك وتعالى؟ لا ما بيستحق. فدي صفة، صفة الملك نفاها الله تبارك وتعالى عن جميع المخلوقين. ربنا تبارك وتعالى في سورة سبأ قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الآية دي ربنا تحدى بها البناد غير الله تبارك وتعالى، تحدى بها المشركين، وبين ضعف، ضعف هذه الآلهة التي يعبدها المشركون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الله قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما بيملكوا، وما لهم فيهما من شرك وما مشاركين ربنا تبارك وتعالى. الآية دي برضو ربنا تبارك وتعالى قطع بها دابر الشرك والمشركين. ربنا تبارك وتعالى بيّن لك إنه جميع المخلوقين ما بيملكوا، وما في أحد من المخلوقين ولو كان رسول أو ملك أو ولي ما في أحد شارك الله تبارك وتعالى. وما لهم فيهما من شرك أي في السماوات وفي الأرض، وما له منهم من ظهير أي ما له من معاون سبحانه وتعالى. وفي شيء رابع ربنا نفاه قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأنه في كثير من الناس بقعوا في الشرك من باب الشفاعة. يقول لك بل في ناس بيسألوا غير الله تبارك وتعالى الشفاعة، فده من الشرك. وربنا تبارك وتعالى بيّن لك إنه الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا وما في شفاعة بعدين يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع وبعد أن يرضى عن المشفوع فيه. عشان كده ربنا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة. وده بيبين لك ضعف الملائكة وفقرهم وحوجتهم إلى الله تبارك وتعالى. الملائكة كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قضى الله الأمر في السماء أخذت الملائكة منها رجفة، الملائكة ترتعد وترتعش
من سماع كلام الله تبارك وتعالى، خوفا من الله تبارك وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أذيل عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فما في أحد يملك شيء من دون الله تبارك وتعالى، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. جميع الخلق لا يملكون شيئا مع الله تبارك وتعالى. الشيء الثاني، ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم فقراء وضعفاء ما بيسمعوا، بل من السفه إنه إنسان يذهب إلى قبر ميت وبيسأل من دون ربنا تبارك وتعالى، يسأله جلب النفع ودفع الضر. الله قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا، لو فرضنا جدلا إنه سمعوا، الله قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وذا الشيء الثالث، ربنا نفاه عن الآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. ربنا بيّن لك إنهم ما بيقدروا، حتى لو سمعوا ما بيقدروا يجيبوك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ربنا سمى دعاء غير شرك، وده كلام الله تبارك وتعالى، لأنه في كثير من الناس ما بصدقوا الكلام ده. لما تقول له ما تنادي غير ربنا تبارك وتعالى ودعاء غير الله شرك وكفر، ما بصدق. ده الله في القرآن، ده كلام ربنا تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ده أصدق الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. ربنا في القرآن بيّن لك إن الدعاء عبادة يصرف له وحده سبحانه، وإذا صرف لغيره فهذا شرك وكفر وضلال. ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وربنا تبارك وتعالى سمى دعاء غيره ضلال. ربنا قال قل ادعوا الذين قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أضل ممن يدعو من دون الله تبارك وتعالى، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ربنا تبارك وتعالى قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. من الآيات دي اتبين لك إن ربنا تبارك وتعالى أمر بدعائه وحده ونهى عن دعاء غيره، ويتبين لنا كذلك أن الذي يدعو غير الله تبارك وتعالى هذا مشرك بالله تبارك وتعالى، لأن ربنا تبارك وتعالى قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وده ظالم وضال ضلال بعيد. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ومن العجيب إنه تجد كثير من المسلمين يدعون غير الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه في أئمة الضلال أمروهم بهذا الشرك، بدل يدعوهم إلى التوحيد وينذرونهم من الشرك عملوا العكس، بقوا يدعوهم للشرك. تسمع في القصائد وفي الإذاعات في الكتب إنه كثير من أئمة السوء والضلال يأمر العباد إنه يتوجهوا لغير ربنا تبارك وتعالى.
زي ما بتسمع في قناة ساهور يقول لك في التلت ناديهم قوم أصيح ليهم وابقى منهم وليهم وخلي الحمالة عليهم، ده شرك بالله تبارك وتعالى. واحد تاني يقول لك إن أبا خطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل، ده كله من الشرك ومن الضلال ومن الانحراف. واحد تاني يقول لك إن كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعتي، ما بيجيك ما بيجيك. ربنا قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فده الآن منتشر ومشاهد، تمشي أماكن القباب والأضرحة تجد الناس بيدعوا الموتى من دون الله تبارك وتعالى. فده كله جمعنا من الشرك ومن الكفر بالله تبارك وتعالى، فربنا سماه ده شرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ربنا بيّن إنه يوم القيامة الزول اللي كنت بتناديه هنا في الدنيا بيتبرأ منك، بيتبرأ منك. ده مش كلام واضح يا معنى، ده إنذار من ربنا تبارك وتعالى. ربنا أنذرك هنا في الدنيا وبيّن لك إنه الدعاء حق الله وإنه اللي بتناديه ده بعدين بيكفر بهذه العبادة وبيتبرأ منك. هسه ناس كتار الليلة بقول لك الشيخ ده نحن ماسكين فيه، في ناس كمان بيقولوا في بعدين جوا القبر بيجيب لك جن الحجة. والله زي ما في واحد قال في كتاب اسمه لك سلام مني، قال يحضر مريد في النزع والقبر، قال للحجة يلقن بأحسن التعبير، قال في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. فدي عقائد الآن موجودة يا جماعة، خلاص. فربنا بيّن لك إنه يوم القيامة اللي كنت بتناديه هنا في الدنيا بيجحد هذه العبادة وبيتبرأ منك. ربنا قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة هنا في الدنيا كان بأيد فيه وبناصره وبدافع عنه ها وما بيرضى الكلام فيه، بعدين بيقول لربنا تبارك وتعالى يا ربنا رجعني للدنيا عشان اتبرأ منه عشان ينكره زي ما نكرني. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ربنا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله. فلا بد تفهم إنه اللي بتنادي في الدنيا سواء كان صالح أو غير صالح بينكرك ويتبرأ منك يوم القيامة. ربنا تبارك وتعالى بيّن إنه في ناس هنا في الدنيا عبدوا أنبياء كعيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام يتبرأ من الذين عبدوه. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالآيات واضحة، ربنا بيّن في القرآن بيان واضح بيان مبين لكل الناس، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. الناس ما دايرين الحق، الناس بيقوا ما بيسمعوا للآيات ولا للأحاديث، بيسمعوا لكلام الناس ويسمعوا للقصائد وللأشعار، وهذا هو الضلال المبين. فربنا تبارك وتعالى قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس
أنتم الفقراء إلى الله. ربنا تبارك وتعالى بيّن إن جميع الناس هم فقراء وضعفاء ومحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، جميع الناس، الرسل من الناس والصالحين من الناس. الله قال ديل كلهم فقراء ومحتاجين لربنا تبارك وتعالى. ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الآيات دي العلماء قالوا نزلت في الذين يعبدون الصالحين، وفي الذين يعبدون الملائكة، وفي الذين يعبدون عزيرا، وفي الذين يعبدون عيسى عليه السلام. ربنا تبارك وتعالى قال البتنادون ديل ذاته من الصالحين والملائكة. الله قال أولئك الذين يدعون، يعني البتنادون وبتندهون ديل، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هم فقراء وضعفاء محتاجين لربنا تبارك وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فلا بد تفهم إنه الخلائق كلهم ضعفاء وفقراء ومحتاجين لربنا تبارك وتعالى. طيب هل بعد ده كله يا معنى أنا أمشي واسأل لي ذول فقير؟ هو الله قال لك ده ذول فقير زيك واحد، فقير ما عنده حاجة، لا بيملك ولا خلق ولا بيرزق ولا بيحيي ولا بيميت، ما عنده أي حاجة، فقير زيك، ضعيف، محتاج يا ربنا تبارك وتعالى. والله إذا من السفه إنه الإنسان يذهب إلى إنسان ويسأله من دون الله تبارك وتعالى، فذا كله من الشرك ومن الضلال ومن الانحراف. ربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه، ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الله قال لك ذبابة ضبانة ما بيخلقوها، ولو اجتمعوا له، ولو كل الناس اجتمعوا ما بيخلقوا ولا ذبابة واحدة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فلا بد تفهم إنه جميع الناس فقراء وضعفاء محتاجين إلى الله تبارك وتعالى، والله وحده هو الغني سبحانه وتعالى وهو الحميد سبحانه وتعالى، فلذلك يعبد وحده ولا يشرك به. اللي بيستحق إنه يعبد هو الغني وهو الحميد، أما المخلوقين فهم ضعفاء وفقراء لا يستحقون أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى. أتوقف إلى هذا الحد وأقدم الشيخ شهاب.